الزلمة بقدره رضيان، بحظه بحاله ماله، بأخلاقه واحد بيبان وواحد راضي بجماله. الناس جناس اشكال الوان، هيك السباقونا قالوا، زينوا الكلمة بالميزان، زينة الواحد بفعاله. مثلنا لليوم يا سادة يا كرام مثل قديم، جايينا من قبل بداية التاريخ، وتحديداً قبل 600 سنة من ولادة السيد المسيح. ورد بحكايات إيسوب اللي يمكن يكون بعضنا قراها أو سمع عنها، وليلي ما بيعرفها هي مجموعة حكايات وخرافات كتبها إيسوب للعبرة والحكمة، وكان يسند أدوار البطولة فيها للحيوانات، مرة للأرانب والسلاحف، ومرة للذئب والثعلب، ومرة للجندب والنملة. يعني بتشبه تقريباً قصص كليلة ودمنة يلي انكتبت بالقرن الرابع الميلادي. وبما أنه عم نحكي عن الحيوانات، فاخترنا لكم واحد من أشهر الأمثال يلي انقالت بهالمجال، القرد بعين أمه غزال، يلي منستخدمه لما بدنا ننتقد حدا أو نتمسخر على شغلة عجبته. فشو الحكاية؟ خليكن معنا لنرجع لأصل القصة. هذا يا سادة يا كرام بعد المرحبا والسلام، حكالنا إيسوب بقصصه إنه جوبيتر العظيم كان دايماً يعمل بقصره نشاطات للترفيه والتسلية، شعر وسحر ومبارزة ومصارعة وغيره وغيراته. وكان من بين هالنشاطات يعمل مسابقة لجمال الحيوانات. بتجي الحيوانات وبتمر قدامه قدام الحاشية، وبآخر النهار بيختاروا الأحلى بيناتهم وبيربحوا جائزة. فبلشت هالمسابقة وبلشت هالحيوانات تمر قدام جوبيتر العظيم. مر الأسد وهو عم يستعرض زئيره المهيب ولبدة الشعر اللي بيتميز فيها، ومرت النعامة عم بتشوف حالها بسرعتها وريشها الناعم، ومن بعدها مرت الزرافة برقبتها الطويلة، والغزال بعيونه الحلوين وقرونه القوية. وإجا الدور على الطاووس بمشيته المغرورة وريشه الزاهي، وضل هالحال هيك لحتى قرب هالنهار يمضى والمسابقة تخلص ويعلنوا اسم الرابح. وبآخر لحظة إجت قردة وجابت ابنها القرد الصغير، بدها إياه يشارك بالمسابقة. فحاولوا الكل يمنعوها وقعدوا يقنعوها بأنه ابنك ما خرج يشارك، ويقولولا ابنك قرد ومانو حلو، فكيف جايبتيه على مسابقة جمال؟ وهالأم عصبت ودافعت عن ابنها وركبت راسها وقالت لهم ابني بده يشارك، ابني أحلى الحيوانات. فلما شاف جوبيتر شو عم بيصير ضحك من قلبه وقال لهم اتركوها وخلوا ابنه يشارك، لأنه القرد بعين أمه غزال.